تعاني مراكز ومستشفيات علاج المصابين بمرض السرطان في محافظة النجف الأشرف نقصا في الأدوية والمواد الطبية في ظل تزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية، لا سيما لدى شريحة الأطفال نتيجة الحروب التي مر بها العراق خلال السنوات السابقة. طبعا رسالتنا واضحة جدا، تسليط الضوء على هذه الفئة المظلومة حقيقة في المجتمع، على وهم أمراض أطفال أمراض السرطان، ونسأل الله التوفيق والشفاء العاجل لأبنائنا. دعوتنا طبعا للحكومة المركزية والجهات المختصة النظر بعين الاعتبار إلى هذه الشريحة، لأنه يعانون من نقص العلاج. احنا طبعا وفرنا جزء بسيط، كفلنا بأكثر من 7 حالات مستعصية وحرجة بفضل الله رب العالمين. مرض سرطان الأطفال مشكلة، هذا مشكلة طبعا، هذا يريد لتركيز من قبل الحكومة، من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من قبل المرجعية، وأنا ما أصور المرجعية بهذا الموضوع مقصرة، بس يريد لتكاتف من الخيرين، يريد لتكاتف، يريد لهم عناية مركزة، عناية خاصة، راحة نفسية، توفر الأدوية، توفر مراكز العلاج. يعني تشوف باقي العالم، كل دول العالم أكو فرد منظومة متكاملة تشتغل بهذا الموضوع. هذا هو المركز الوحيد في محافظة النجف الأشرف لعلاج السرطان لدى الأطفال، يعاني أحيانا من نقص الأدوية التي تستخدم في تركيب الجرعات الكيميائية التي تقدم لمرضى السرطان، مما يضطر المريض إلى شراء الأدوية بأسعار باهظة جدا. نناشد الجهات المعنية بتوفير علاجات لمرضى السرطان. يعني احنا مرضى السرطان جاي نعاني جدا، نعاني من هذه الحكومة صراحة، الحكومة التالية يعني من 2016 لحد الآن، يعني صراحة آلام الويلات ذقناها، آلاف الويلات بسبب عدم توفر علاجات. كنت آخذ سابقا علاج وريدي لكن ما جاب نتيجة، فاضطرينا انه نغير بعلاج استهدافي. العلاجات الاستهدافية جدا مكلفة، فكتب لي علاج الدكتور، بحثت عنه داخل المستشفيات الحكومية العراقية لكن ما متوجدته، فاضطريت انه خارج العراق او الصيدلات الاهلية، لقيتها لكن سعر جدا خيالي. يعني احنا كمرضى سرطان خيالي صحيح جدا غالي، يعني سعر الجرعة الواحدة 45 ورقة، يعني 4500 دولار الجرعة الواحدة، تحتاج مبدئيا ككورس اول 3 جرعات. وتطالب المستشفيات المتخصصة بعلاج السرطان السلطات العراقية بضرورة توفير الأدوية، موضحة بأن الانخفاض الشديد في احتياطي هذه المستشفيات من الأدوية الأساسية بات يشكل خطراً على حياة آلاف المصابين. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تي في.